موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. مقتل 6 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة في منطقة القلمون الشرقي وجنوب دمشق، وفق ما أفاد به مراسل حلب اليوم. منظمة الصحة العالمية تعلن في بيان لها أنها تسعى لإيجاد تمويل ل18 مستشفى في محافظة إدلب وريفها بعد انقطاع الدعم عنهم من قبل منظمات دولية مؤخراً. محافظ السويداء لدى حكومة النظام نمير مخلوف يقول إن الجهات المعنية تتابع طلبات المحتجين بشأن تحسين الوضع المعيشي، داعيا إياهم إلى عدم القيام بأي عمل من شأنه عرقلة العمل الخدمي لمؤسسات الدولة. المبعوث الأمريكي السابق إلى سوريا جيمس جيفري يقول إن الإدارة الأمريكية ليس لديها استراتيجية شاملة في سوريا تؤدي إلى حل المشاكل المتعددة العالقة فيها، وفق شبكة CNN. رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهاني يقول لسفير النظام الأسد إن السودان حريص على تعزيز علاقاته مع سوريا خلال لقائه في الخرطوم، وفق وكالة الأنباء السودانية. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يستقبل وفدا من جبهة السلام والحرية السورية برئاسة زعيمها أحمد الجربة، وذلك في مقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة.